اليوم إن شاء الله باشرنا بالواجب الثاني للحالات الإنسانية بالتنسيق مع مؤسسة الأطفال المصابين بالشلل الرباعي، وخرجنا المحطات المحمولة إصدار بطاقات الموحدة وجوازات السفر للأطفال المعاقين، وهذا الواجب الثاني صراحة مستمرين بهذا الواجب بالتنسيق مع هذه المؤسسة في جميع أقضية ونواحي البصرة. احنا بالنسبة للواجب اليوم تقريبا أكثر من 20 إلى 25 حالة من بين جواز سفر وبطاقة وطنية موحدة. احنا من خلال مؤسستنا عملنا على إبلاغ كافة المنتمين لمؤسستنا اللي بالغين حوالي 355، البعض منهم لديهم جوازات والبعض لديهم بطاقات موحدة، لكن اليوم حاليا اللي حضر لهذا المركز ما يقارب حوالي 15 بطاقة موحدة وحوالي 7 إلى 8 جواز سفر، وهذه تحتسب لرجال الإنسانية. الإنسانية بحاجة إلى رجال شجعان، الإنسانية ليست بالسيف وبالقلم. الحمد لله وشكرا لا توجد لدينا أي عوائق، والحمد لله تمت المهمة يعني تسهيل العوائل كانت متعاونة معنا وكوادرنا الجيدة من ضباط جوازات من ضباط البطاقة الوطنية حسب توجيهات المعالي السيد الوزير والوكيل الأقدم والمدير العام وإشراف السيد العميد عميد حازم النجم اللامي. باشرنا بإصدار البطاقة الوطنية وإصدار الجوازات لهم على أكمل وجه حسب الضوابط والتعليمات المطلوبة لهم. هذا اليوم المصادف 5/1 تم الانتقال إلى مركز المعاقين في محافظة البصرة لغرض إصدار جوازات سفر للحالات الإنسانية والمرضى في هذا المركز، كذلك إصدار بطاقة موحدة مثل ما تشوفون. والحمد لله انتقلنا هذا اليوم وإصدرنا عدة معاملات مثل ما تشوفونها من الجوازات والبطاقة الموحدة، وتم إنجازها وتعاون مع المرضى وشوفونهم حالاتهم صعبة وحالاتهم مرضية إنسانية يعني نتعامل ياهم من الله التوفيق. إجراءات الرسمية لإصدار جواز السفر بالنسبة كضابط الجوازات، الإجراءات الأصولية للحالات الإنسانية يعني يصعب انتقالهم إلى إدارة الجوازات بعد المسافة، وأغلبيتهم معاقين مثل ما تشوفهم على معاقين، فانتقلنا لهم هنا اتخذنا إجراءات بعد الموافقات الرسمية والمستمسكات الأصولية وحضور الأب بالنسبة للأطفال القاصرين، واتخذنا إجراءات وصلنا جواز سفر لهم. والله الحالة اللي عندنا احنا شلل دماغي وعوق بالأطراف، ونشكر المنتسبين مال وزارة الداخلية على تعاونهم على إنجاز معاملاتهم اللي هي مثل جواز أو بطاقة وطنية، وجهودهم مشكورة ما قصروا هم ولجنة الأطفال الشلل الدماغي. لا والله ما واجهنا عواقب الحمد لله والشكر، يعني كل الناس الموجودين تساعدوا ويانا وخاصة وزارة الداخلية نقدم شكرنا لهم ومؤسسة الشلل الدماغي، طلعت بطاقة وطنية وجواز. والله مبادرة حلوة من الضباط والمسؤولين بالنسبة للأطفال، استقبلنا مقابلة جيدة والحمد لله، تمت عملية الهويات بنجاح من قبل الجهود الموجودين وما حصلت أي إعاقة ولا فرشي، وكملنا هذا الشيء والحمد لله.